النور طلال. صباح النور. يعني اليوم عاوزين نستفيد من الفقرة وحنتكلم في أكثر موضوع من موضوع. خلينا نبتدي بتقصف الشعر. ما هي مسبباته وكيف ممكن نعالجه؟ يعني أهم شيء لنقدر نحافظ أنه ما يقصف شعرنا. يعني في أسرار أول شيء لنقدر نحافظ على صحة شعرنا. أول نقطة لازم دايما السيدة ما لتحمم شعراتها، دايما بنشوف السيدات أنه بالمنشفة بلفوا شعراتهم وبيبرموا المنشفة. هيدا الشيء بيؤدي لتقصيف الشعر. اليوم رح ندل السيدة كيف تعتني بصحة شعرها مشان يطول أسرع وتحافظ على صحة شعرها. عنا تاني نقطة هو البيبيليس. ما لازم نستعمل البيبيليس على شعر رطب، لأنه إذا كان شعره رطب وفي ماء وحطت البيبيليس هذا الشيء بيؤدي إلى تكسر وتقصيف الشعر. هذا جدا غلط أن نحط ماء يكون شعرنا ماء ونستعمل البيبيليس. ولازم نخلي البيبيليس لدرجة حرارة متوسطة ليقدر يتحمل الشعر، ونخفف من البيبيليس. يعني ممكن بالأسبوع نعمل مرة أو مرتين فقط البيبيليس لأنه بيقصف الشعر مع الاستمرارية. بالنسبة كمان بدي يلفت نظر السيدة للسيروم. في كتير السيدات عندهم يعني مفهومية خاطئة، هي أنه منحط سيروم على شعراتنا حيلا سيروم ومنعمل عليه براشنج أو منعمل بيبيليس، وهيدا الشيء بيؤدي لتقصف الشعر أو حرق الشعر بالأحرى. ننتبه ونقرأ دايما على نوع السيروم، أنه هيدا السيروم ممكن يكون لبعد البراشنج، في شيء قبل البراشنج وفي شيء بعد البراشنج. فلازم بنصح السيدة أنها دايما تقرأ على السيروم شو السيروم اللي لازم تستعمله لشعرها. يعني اللي هنا وأنا لحد هنا فقط، وأنا مذنبة في اثنين: تنشيف الشعر بالمنشفة واستخدام السيروم يمكن ما بفرق كثير بين اللي قبل واللي بعد. طيب تلوين الشعر هل ممكن كمان أنه يأذي الشعر ويؤدي إلى تقصفه أو جفافه؟ هلأ صار إذا تم بطريقة خطأ. إذا تم بطريقة خطأ ممكن، بس هلأ صار في تطور كتير كبير بعالم الألوان وبالبرودكت اللي عم نستعملها. أهم شيء الهير دريسر يكون بيعرف شو نوع الصبغة وشو صحة شعرها ليعرف شو بده يصبغ لها. كمان بنصح السيدة إن طريقة تسريح الشعر هي أمرها بتكون عم بتقصف شعراتها ومنا عارفة. يعني ممكن تسرح شعراتها أوكي بطريقة ببراش يكون إلى بولات الفرشاة اللي فيها بطرافها مثل طابات صغيرة، بتصير تنشط شعراتها بتلاقي شعرها عم يمغط ويقطش اطرافه. دي مؤذية للشعر؟ أكثر شيء هيدا مؤذي للشعر. أنا بنصحها كيف تسرح شعراتها لتقدر تحافظ على صحة شعرها ويطول شعرها بطريقة صحية ويطلع عبي. بنصحها أنها هي وعم تعمل الدوش تبع شعرها تسرح شعرها تحت المي، تحط الكونديشنر على أطراف شعرها وتبلش تسرحه هو والمي نازل على شعراتها، فهيك الشعر بيتسرح بطريقة وما بيقطع أطراف شعرها أبدا. وما لتخلص حمام لازم كمان تنشف شعرها، لأنه ما فينا نعرض شعرها من هواء بارد من حرارة سخنة لهواء بارد دغري. هيدا الشيء بيؤدي لتكسر الشعرة وتقصيفها. جميل. طيب عاوزين نتكلم عن تطويل الشعر، هو يمكن موضوعنا الأكبر اليوم. كل النساء بيحبوا أن يطولوا شعرهم، بيتعبوا نفسهم، بنسمع عن مستحضرات، عن أدوية، عن 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 كثير أشياء. ما هي الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر؟ تطويل الشعر أول شيء الحفاظ على الشعرة، ثاني نقطة الجسم، لازم صحة جسمنا تكون سليمة لنقدر نوصل لشعر كمان عم بيطول أسرع. كمان في دراسات بتقول إنه الجنجر أوكي الجنزبيل الزنجبيل إذا بينشرب كمان على طول بيساعد الدورة الدموية تفبرك الشعر أسرع. أوكي وفيها تعمل كمان ماسك من الزنجبيل مع نقطتين من الزيت الزيتون أوكي وتحطهم على جلدة راسها فلمدة 20 دقيقة. هيدا الشيء بيساعد وبينشط الدورة الدموية لتصير تفبرك بصيلات شعر أكثر وتقوى الشعر أكثر. رائع. طالعة معنا الصور طلال على موضة عرايس 2018 الصيف، صح؟ كلمنا عنها أكثر. موضة العروس طلعت برا هي موضة الشعر الفضفاض، الشعر اللي مش مشدود. منشوف شعر مثل ما رح نشوف بالفيديو، شعر لوس فضفاض منه مشدود أبدا، ما في سبراي، كتير خفيف، يعني كتير قريب من الصبايا بحبوه إنه ناتشرال ما في كتير شغل. وبنفس الوقت حبيت ضيف الورود الصغيرة الناشفة لتعطي فخامة
وأناقة للعروس. يعني يمكن الآن كل الاتجاهات نحو الطبيعي أكثر، وبلش يعني بطلنا إنه التسريحات اللي زمان الشنيونات المعقدة والتسريحة اللي عاوزة كثير شغل، حتى العروسة شكلها يعني بسيط وسمبل، حيوية كمان، حيوية يعني وسمبل وبتشبه حالها. طب نجي للألوان، الألوان الدارجة لهذه السنة. الألوان الدارجة هي ملتد كولر، أوكي، هي طريقة صبغ الشعر بتقنية السبونج. في تكنيك جديدة هي بسبونج، بنحط بقلبها بتجي مقسمة ثلاث ألوان، بينحط على سفنجي وصار بيمد على الشعر، وهيدا الشيء الخليط اللي بيعمل دمج للألوان وبيعمل إضاءة للألوان وبيطلع على السيدة بلوب فرح. يعني إذا يعني كيف ما حركت شعراتها بتحسي إنه عم بيتميوجوا بطريقة غير محددة، وهيدا الشيء الحلو للسيدة تقدر تتميز فيها السنة. إذن بيعطي في الآخر شكل طبيعي جدا، وكأنه الشعر ملفوح من الشمس، خلينا نقول كأنه تأثير الشمس. صح، يعني وفي إضاءة منحس إنه في كذا لون بس مش محدد يعني، وهيك السيدة كمان ما بتزهق من شعرها لأنه كل يوم عم بتشوفه تحت الإضاءة، بتشوف إنه في عندها رفلية مثلا هون بني نحاسي شوي، في عندنا البني العسلي، في شوية تموجات مثلا على بيرلي روز شوي، يعني في تموجات مندخلها حسب كل بشرة إلى ألوانها. طيب جميل، حنرجع نتكلم تاني عن عناية العروس. يعني احنا عاوزين ندمج كل مواضيعنا مع بعض، انه العروس بتلاقي نفسها انها بعد حتى العرس بتمشي على عزايم كتير، بتعمل شعرها، احنا مثلا كمذيعات بنعمل شعرنا كل يوم، بيتعب الشعر. الناس اللي مضطرة انها دائما تكون بتعامل شعرها بطرق كيميائية، صبغات لتسريح، كيف احسن طريقة ممكن يتبعوها انهم يحافظوا على شعرهم صحي بدون ما يتعرض لمشاكل كثير؟ أول نقطة، أول شيء الكواليتي الصبغة، نوعية الصبغة لازم تعرف السيدة إنه هل الكوافير تعول عم يستعمل لها كواليتي صبغة عالية الجودة، سون أمونيا، في بقلبها زيوت لتقدر تحافظ على شعراتها. ثاني نقطة، سيشوار، أوكي، السيشوار لازم يكون درجة حرارة معينة ما نتخطيها. البيبي ليس، الفير، كمان درجة حرارة معينة لازم تنتبه لها السيدة إذا بتشتغل كثير على شعرها، دائما يكون متوسط الحرارة لنقدر نحافظ على صحة شعرها ونمنع التقصف تبعه لأنه عندها استمرارية بشغل شعرها. حلو، نجي لعروسة طلال تبارة، هل بتقعد معها بتختاروا اللوك بناء عليه؟ يعني دائما عند السؤال ده، إنه تسريحة العروس على أي أساس بتختار؟ هل بتتم تنسيقها مع اللبس؟ مع يعني ملاحظة إنه أنت هالسنة يمكن بعد عن التاج أكتر ومدخل الورود. صح، دايما العروس، أنا بقعد أنا والعروس دايما قبل فترة من زفافة، لأول شيء اطلع على ستايلها، اوكي، شوف ستايلها، شخصيتها وهي شو حابه، لانه العروس دائما بتكون حاطه فكره براسها، وهيدا نهار انا ما فيني اجي اعمل انا اللي بدي اياه، بدي يعني شوف هي شو حاطه براسها، وهيك بكون دمجت الافكار تبعيتي مع افكارها وقدرنا وصلنا على نتيجه حلوه، وقدمت لها الفكره اللي هي بتناسبها، وبنفس الوقت تطلع تشبه حالها. وبدنا نشوف كمان ستايل العرس اذا كان جوا ولا برا، لانه هلا معظم الزفاف بالصيف عم بتكون برا، عم تكون بجنينه، عم تكون على البحر، فما فيني أنا حط تاج على شط بحر مثلا. أنا دايما بفوت مثلا بالورود الناشفة، بورود طبيعية، لأنه كتير بيجي من يعني بفوتك بمود الطبيعة أكتر، يعني بحر وورود وهيك. أما إذا كانت العروس عندها العرس تعولها بيصال، لا بنصحها بالتاج، بالإكسسوارات الشوارفسكي والقطع الصغيرة، طبعا حسب تنسيق ما لشوف كمان الدرس تعولها، لانه ببني انا من الدرس تعولها كمان بكون التمشيطه، اوكي، ومستيل عرسه بتطلع التمشيطه معي. بالنسبه للطرحه، هل هي بتتماشى مع فكره الورود اللي دارجه الان للصيفيه الجايه، او ما بتفضلها كثير؟ لا، الطرحه ما لا عم بقول يعني بس يكون في عندي درس، اوكي، انا بدرس الدرس مثلا، هون بنشوف انه الطرحه ما فيها شوارفسكي، ليه بقى مع هالاكسسوار اللي حاطينه الورود الناشفة بيطلع حلو. أما إذا كانت الطرحة فيها شك وفيها شوارفسكي، ما بقدر حط ورود ناشفة لأنه حيصير شوي مبالغ بالإكسسوار على الرأس. لا، بنصحها أنها تفوت مثلا إذا كان فيها شوارفسكي، لا نفوت شوارفسكي. إذا كانت الطرحة ناشفة ما فيها شغل، لا منفوت بالورود لأنه بيعطيها فخامة. أو الإكليل هيدا مثل ما عم نشوفه كمان داير الراس، منلاحظ أنه الطرحة سام بس الإقل. وكنت عاوز أعلق عليها أنه حتى شكل الطرح في الصور اللي طالعة مل الشكل القديم اللي تعودنا عليه أنه كتير مشغولة، لا بقت بتتحط بطريقة أبسط بكثير.
هلا الطرحات كلياتها عم نشوفها بسيطه، ما بقى فيها كثير شك، حتى حتى الدرسز يعني عم نشوفهم بطريقه كثير حلوه، عم نشوفهم ما بقى في شغل بالشواروفسكي، عم نشوف شغل بالقماش اكثر، يعني بتفصيل القماش، وهيدا الشيء كمان بيساعدنا انه الشعر يكون كمان سمبل ليضلوا متماشى مع ستايل العرس ومع ستايل العروس. حلو، قبل كم الوقت اللي بتفتكر انه هو لازم من العروسه تجي تقابلك قبل الفرح، يعني على اساس انه تبدو من اول، يعني يمكن تحتاج تلوين، يمكن تحتاج عنايه بشعرها، يمكن يكون تعبان. سؤال حلو. اصعب سؤال انه كيف بتقنعها تقص، يعني انا بالنسبه لي اصعب قرار ممكن اخذه عند الكوافير انه انا اقص شعري، فكيف ممكن تقنعها ان هي تقص في حاله انه الشعر محتاج فعلا؟ صح، اول نقطه العروس انا بنصح دائما قبل 3 اشهر 4 اشهر انه يعني تبلش تتواصل مع الكوافير تبعها، لانه انا بشوف مثلا العروس اذا كان شعرها غامق بدي وقت لاقدر افتح شعراتها، يمكن بدي شهرين او ثلاثه لاقدر تدريجيا نوصل للون معين يكون بناسبها لنهار زفافها. دائما بنصحها قبل 3 4 اشهر، واذا بحاجه لعلاج كمان ممكن يعالج لشعراتها بتريتمنت بميه الذهب، هلا كثير يعني كثير عم بيعطي فعاليه حلوه. فعلا علاجات الشعر بتاخذ وقت عشان ما تبين نتيجه. صح، وهيدا ميه الذهب كمان بيغلف الشعر وبيعطيها لمعه، وكذلك الامر يعني بيعالج لكل شيء تنور بشعراتها للعروس، وكل شيء تكسر وبيعطيها اضاءه، بتحسي شعرها عم يبرق نهار عرسها، فهيدا الشيء كلياته بده تحضير قبل بوقت. جميل، والقص؟ القص هون بترجع كمان كمان لسقه الكوافير، يعني السيده دائما بتوثق بكوافيرها وهو بينصحها اذا في مطرح معين بيقول لها انه هيدا مثلا اطراف شعرك خلص ما بقى يتعالجوا، هول الاطراف خلص مكسرين ميتين، لا انا بنصح انها نقص، لازم نفرجيها للسيده انه هيدا اطراف شعرك خلص مكسره، خلص بحاجه لقص ليرجع ينمو الشعر بطريقه صحيه اكثر. كان لفترة طويلة اكستنشن شعر او وصلات الشعر الخارجية بكل شوية بنشوفها بشكل جديد، يعني صح. من التدبيس كانت فترة بكليبسات، بعد كده في تقريبا حاجة الآن بتتلزق، هلا في الكويكيز كثير شفافين بيتلزقوا بطريقة كثير بلا بالشعر ما بيبينوا أبدا، وفينا نحط الاكستنشن بنبلش من فوق نوصل قبل الغرة بشوي، يعني هذا بطريقة كثير عملية وما بتحس السيدة فيهم، وفكهم كتير هين كمان الفك تبعهم ما بيأذي الشعر أبدا، وفيها كمان سيدة إنه ندخل كذا لون، يعني إذا السيدة ما حبي كان شعرها تعبان وما حبي إنها تصبغ شعراتها صار فينا ندخل كذا لون من الإكستنشن، نعمل دمج بالألوان ونغير لها اللوك بالإكستنشن. والسؤال الأهم إنه هو ما بيأذي الشعر، يعني لأنه دائما بيكون هنا سؤال إنه لا بيشد الشعر ممكن يكون بيأثر عليه. لا، له سبراي خاص بينرش ليقدر ينفك بكل سهولة وكتير صحي. مصفف الشعر طلال طباري، شكرا جزيلا على كل المعلومات الحلوه اللي اعطيتنا اياها، ومتاكدين انه عرايس الصيف 2018 معك حيطلعوا مثل ما هم عاوزين.